احنا المغاربه الوحيدين اللي كنسدوا على الماعن في الفيترين. اخر مره جبدناهم في 96 من جا الواليد من الحج. علاش زعما؟ حيت غاليين. دابا مع مرجان كلشي رخاص، زلايف طباصل وزيد وزيد غير بخمسة دراهم. ما يمكنش تلقاو رخص على اكثر من 100 منتوج وغير عند مرجان. مرجان، الربح في الجوده والاثمان. هاد بنتي كانت دائما من المدرسه للدار ومن الدار للمدرسه، حتى لو وقفت حدا الباب. هاد ليامات شي يامات كيجيو دوك بنات الكريم كيكميو حدا الدار عندي. ثلاثه البنات كانوا كيقعدوا تما كيكميو حدا الدار تاعي، انا ما عارفاهمش بانهم حاطين على الدريه بنتي. هذا انا ساكن في الحي المحمدي. هاد هي اللي جات دوات مع فودنيها نهار الثلاث اللي غادي تخرج وما غاديش ترجع بنتي من المدرسه. هادي جات لعندها، هما شحال هما تما كانوا انا ما عارفهمش. ملي كنقولها اش بغاو تقول لي ديرها، طلبتني على تريكو عطيتو ليها. ما عندهاش ما تلبس حيت ما عندهاش. هي اللي جات وبنتي كانت تجفف في الدروج، دوات مع فودنيها، مشات الدريه دوات مع جوج كلمات، جاتني بسروال ديال البيجاما وشد عليها على راسها. دوات مع الدريه، طلعت الدريه، تغدات، طابليتها ما كملاش حتى ربع ساعه ومشات كتجري، ما بقاتش رجعت ليا بنتي. وهاد هاد ماشي عيب بنتي اللي خرجت عليها، شحال من دريه معروفه في الحي المحمدي، معروفه في الحي المحمدي، كاينه في ديور الامان. لا حتى هي كانت تجي تكمي حدا بالدار عندي. هادو من اخطر ما يكون، وكلهم عندهم سوابق ما بين الامان وما بين الوفاق. تما كاين فين كيديو الدريات، والدريات القاصرات ماشي عيب بنتي. وحده يلاه كيولدوا وليدي، يلاه كرجعت لدارهم. وحده بنت كوزيمار حتى هي بنت المدرسه دواء، وعدد ديال الدريات يديو على القاصرات. على القاصره تاع بنتي التصرفات تاعها بنتي مزيانه، باقا كتشد المونيكا وتضفر لها شعرها مع اختها صغيره، كاين اختها صغيره كتلعب معاها. ماشي زعما التصرف ديالها كتقلقب ولا فيها شي حاجه، ما كاينش. حتى المدرسه ديالها الحراس ديال الحارسه العامه ولا التلاميذ ولا كلشي كيتباكى على قبلها. دوات معاها، كنت انا تنطلع عليها من الشجر، انا شفتها بعيني. وعندي بنتي اخرى كانت غدا هازه واحد البانيو تخويه، شافتها قالت لها اش بغات، وي تقول لها لا راه دوات معايا ومشات. وانا ملي سولتها قالت لها هادي اش بغات، قالت لي لا راه غير حيت، قالت لي لا راه حيت هذيك بنت واحده اخرى هي بنت الكريم تيقول. قالت لي راه واحد الصوبيط ما ديالها كانت عندي وجات قالت لي راه قالت بغات الصوبيط ما، حيت دابا الكريان راب وراه مشاو للهراوين وكراو ب 100000 ريال وخدامين في واحد المكازات الحوت. اما مالا كانت تخدم مزيان انا نمشي نخدم. هاد قالت بنتي باقا صغيره وقالت لها في 3 شهور غنخدم، قالت لها كاينه واحد المكازه كتخدم. وهذه هي اللي عارفه بنتي فين كاينه. بنتي 12 يوم بنتي هادي 12 يوم ما كانتش قبلي الا بنار بنتي. انا بغيت ناخذ خدي بغيت نسكن عبيت بعيدي، عبيت ما بغيت كنشوف والو، لا ما شدونيش الناس وخطاوني شنطي ما كنخطاوهمش. كتعيط ليا في انكون، هي شحال تعيط عندي، كتعيط ليا في الصباح وكتعيط ليا في العشيه، كتصنت ليا. ملي كتصنت ليا كنبدا تبكي، كنبدا نبكي تنقول لها رجعي عندي للدار، رجعي. كنسمعها كتبكي. وعرفتيها الصوت ديالها؟ عرفتي على البكا ديالها ملي كتبدا تبكي كنسمع تنسمع. ولكن المره هذه المره تقريبا شي ثلاث ايام هذه كعيطات ليا انكوني، وواجبتني مرا حلقها في واحد الشكل. قالت لي الو، يمكن حصلتها كدوي، قالت لها الو، قلت لها الو، قالت لي السلام عليكم، قلت لها عليكم السلام، وهي تقطع. درت الاجراءات، قال لك البوليس سيرو تشوفوا البلاصه اللي كاينه فيها الدريه وعلمونا وعاد ندخلوا عليهم. شوفوا البلاصه فين كاينه وديروا رساله لوكيل جلاله الملك ولا ديري الجمعيه ضد ديال النساء، ضد النساء والاطفال ضد العنف، كتبي رساله ودخلي عند الوكيل. وديك الساعه عيب على ما خدمناش معاك وعلى ما تحركناش، ما حنا راك دايرين الدوريه ما لقيناهمش. الله يجازيكم بخير، وتنطلب من كل واحد شاف هاد الدريه يوقف معاها. سميتها تا غي عيشه، تا غي عيشه عندها 14 عام. الله يجازيكم بخير، اي واحد عرف هاد الدريه واي واحد شافها رانا نبلغها للشرطه. اي واحد راه خفتو ملي يقتلوها ليا فشي بلاصه ولا يكرفسوها ليا فشي بلاصه. الله يجازيكم بخير، الله يكثر خيركم، الله يوقف معكم. اللي عرف هاد الدريه رانا غادي نتسطى، رانا عبيت من عينيا، راه عندي السكر. قولوا فين كتسكن؟ انا كنسكن في حي سعيده، الزنقه جوج، الدار 127، عين السبع.
عين سمع الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. اي واحد وقفوا معايا الله يوقف معكم، انا غادي نتصدم. الله كبدي يدك بنتي كتحرق ليا، الله يجازيكم بخير. اي واحد تنكرم الله سبحانه وتعالى يوقف معايا كما غادي يوقف معايا. هي عندها 14 عام باقي قاصر، الدريات الله يجازيكم بخير، الله يكثر خيركم. اي واحد يتعاون معايا الله يجازيه بخير.